طبعا هو الاطفال الصيام ما مفروض عليهم اصلا نعم. يعني احنا ولو ما اتجاوز الشيخ أنا بس خلاص. الصيام اصلا يعني مفروض على الانسان بعد يعني بلوغه سن البلوغ نعم. لكن التدريب هو الاساس هو الواجب على الاهل انه يعلمون اطفالهم نعم. احسن عمر حتى نبلش فيه تدريب للاطفال هو من تجاوزهم عمر سبع سنوات طيب تقريبا معظم الاطفال يصير عند القدره على الصيام لما يوصل 10 11 سنه عند القدرة أن يصوم صيام كامل لكن طبعا تختلف من طفل إلى آخر زي. أكو طفل يتحمل عنده قابلية أكو عنده طفل عنده قابلية ويقدر يتحمل وأكو أطفال لا يعني تلقاهم بنيتهم أو عندهم مشاكل صحية تمنعه من هذا الموضوع زين هسه قلنا من وراء عمر سبعة نبدي الت... نمرن التمرين شلون يصير بالضبط التدريب هي. التدريب انه يصوم جزء من اليوم زين وليس اليوم كامل 12 مثلا 12 الظهر نقول ب 12 الظهر هو نوم يعتبر نفسه صايم اول ما قاعد يقول يلا انا صايم إيه؟ صوم العصافير إيه؟ صوم... بالضبط صوم العصافير او التدرج إيه؟ آه طبعا احنا نصومه مثلا ثلاث ساعات الثلاث ساعات اللي يصومها او اربع ساعات اللي يصومها بالبدايه نخليها دائما بنهايه النهار طيب ليش؟ حتى يصير عنده حافز انه بعد شويه مثلا على الفطور اه حتى يعني, يعني, يعني مو أخليه صايم مثلا الصبح افطر الظهر يفطر ويشوف الناس بعدها صايمه تصير عنده غير بالضبط إيه؟ انت يابا روح تريق اي واشرب ماي <applause> ومدري شنو إيه؟ بعدين تغدى اي وكل براحتك بعدين عصر. صوم بالضبط صوم ورا الغداء مثلا او ورا العصر فهذا راح يخلي عنده حافز انه ينتظر صلاه المغرب او اذان المغرب حتى يشوف العائله كلهم قاعدين هو يحس نفسه انه صار كبير يعني وقام ياكل شو وقت نخلي الطفل يفطر اذا حسينا عنده اي علامه من علامات التعب والاعياء مثلا يعني مثلا يعني قارب انه يغمى عليه مثلا سيان. هو شكى انه والله انا يعني عندي عطشت صار عنده الام بالبطن صار عنده تقيؤ او شيء من هاي الاعراض الصحيه مباشره نقول له يعني افطر افطر والله كريم والله كريم بعدين <applause> <applause> نعوض <بعدين> لك <applause> بعدين بالضبط جميل اكو حالات مثلا يحتاج استشاره الطبيب حتى اذا عمره تجاوز ال 10 سنين او ثلاثة 13 سنه او 12 سنه زين حالات اللي عندهم مثلا امراض مزمنه أي يعني مثل طفل شلو. عنده مثلا عنده ربو يحتاج انه ياخذ علاج، طفل عنده مثلا مشاكل بالكلى نعم عنده مشاكل آه تشوهات بالقلب زين آه هوايه من الامور المزمنه تحتاج استشاره الطبيب اللي يحتاج أن ح... يتناول مي بكثره يمكن. بالضبط يحتاج مي يحتاج علاج, علاج, علاج الكلى ومشاكل الكلى و... بالضبط فهاي يحتاج علاج يحتاج ياخذ مي فهذا لا لازم نستشير الطبيب ونشوف ممكن يعني الطبيب يقول له لا الصيام قد يكون يعني يسبب لك ضرر الطبيب يرجح على فتوى يعني بالضبط العالم لك. عالم الديني يقول لك هذا انت واجب الصيام بعد العشرة واجب وكذا بس يخلون بها هاي التخريجه انه أكيد. لا اسال الطبيب اكيد اذا تعارض ويا الحاله الصحيه للطفل أيه؟ لكن الوقت لا نقول له يعني الافطار او لا